الله يجزاك الله خير وشيخ الحمد لله حياك الله على وجهك يا بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم، والصلاة والسلام على رسوله العربي الأمين. يشرفني في هذا المساء أن أكون بمعية هذه النخبة الطيبة من أبناء المجتمع الأردني من كافة الأصول والمنابت، لنكون بضيافة عشيرة عزيزة وأهل كرام. فإذا أردنا أن نقول الطفيلة الهاشمية وعشائرها المحترمة ومن ثم أصدقائهم وأحبائهم وأنسبائهم، فنحن نتحدث عن الأصالة وعن التاريخ. فباسم هذه الجاهة الكريمة والتي يمثل كل واحد فيها جاهة قائم بحد ذاته، لهم الاحترام والتقدير، وتحدث أولهم ولست بأفضلهم، فلكل منهم الحق بالحديث كما للمتحدث الأول بالجاهة. ولكن أستميح الجاهة أولا عذرا، وأستميحكم أن عليك السلام ورحمة الله، أن أذكر بخير المختار اللي على يميني أبو تيسير الدعمة. فبالرغم من ظروف الصحية الصعبة، إلا أنه لما عرف بالموضوع وعرف أني موجود آثر السلام عليك السلام عليك. آثر إلا أنه يأتي بهذا الظرف الصحي الصعب، بالرغم من وجود ابنه العميد المتقاعد الدكتور تيسير، له كل المحبة، وأخوه الدكتور عماد الدكتور وليد، إلا أنه قال إلا أحضر. فهذا هو ديدا أبناء الأردن بأنه دائما وأبدا في مواقف الخير الكل يحب أن يكون مشارك، وإن شاء الله أن يكون له الأجر. فنحن جئناكم اليوم، وأنتم تعلمون جئنا على أثر حادثة هزت وجدان كل واحد أردني وكل واحد إنسان في العالم، لما تنهار عمارة ويكون فيها سكان ويتأثر ساكني العمارة. ف
فهي بالحالة هذه الأثر رايح يكون الأثر النفسي يتعدى أهل المتوفين، فهي يعني الخسارة خسارة وطن. ولكن من باب المسؤولية الأخلاقية لإخوان صاحب العمارة وأهله وأقاربه، كلفوني بأن أقوم بالواجب العشائري اتجاه حالات الوفاة والإصابات التي نتجت عن هذه الحادثة قبل أن تتحدد المسؤولية القانونية والمسؤولية الفنية بالنسبة لحادثة العمارة، لأنه بعد ما تتحدد المسؤولية بيكون الوقت متأخر. أما إحنا إن شاء الله أنه ما هم لا هم من الناس المتأخرين، ولا إحنا أيضا كمكلفين منهم إن شاء الله نكون متأخرين. فنحن جئناكم باسمهم بخصوص المرحومتين راما إيمان إيمان المراحلة وابنتها أيلة. نعم، فابنتها أيضا هي عزيزة حتى يعني، وما هو غريب على أهلنا بعشائرنا بالطفيلة والعشائر المحترمة الطيبة، فالخال مثل ما يقولوا والد، فهم قبلوا أيضا بأنهم يسهلوا علينا المهمة بأن يكون اللقاء في مكان واحد، والله هو الكرامة للجميع. وكل من هو نتج عن حادثة العمارة سواء كان وفاة أو إصابة فله الحق أن نصله في المكان الذي هو يختار، فمن كرم معزيبنا اختاروا بأنه يكون في مكان واحد ويسهلوا على المهمة على الجهة. فأنا جاي بأخذ عطوة عشائرية مقرونة بقرار القضاء، لأنه القضاء بده أيضا ينتظر الأمور الفنية في لجان فنية من نقابة المهندسين ومن أمانة عمان ومن الجهات المختصة، بالإضافة لاستماع لأقوال الناجين واللي ساكنين بالعمارة واللي هم يعرفوا صاحب العمارة عن قرب، بالرغم أنه يمكن وصل أن بعض الأخبار من خلال حتى بعض المتضررين الذين أشادوا بإنسانية صاحب العمارة وبتبنيه لأسرة يمكن فقدت في إحدى الأخوات فقدت أبنائها، ولكنها أمام ذلك هي اعتبرت الأمر كله ضمن القضاء والقدر احتراما لرعايته لهذه الرملة اللي كانت موجودة. فإحنا نقول الله يعينه على ما ابتلي فيه، والله يعين اللي فقدوا أيضا أبنائهم وبناتهم، لأنه الفقد والله مو سهل على الجميع، ولكن إحنا نعرف أنه الجميع إن شاء الله أننا مؤمنين، والمؤمن لا يكتمل إيمانه إلا إذا آمن بالقضاء والقدر خيره وشره، وإن شاء الله أنكم من أصحاب الإيمان المكتمل، ونتمنى أن تتكرموا علينا بعطوة عشائرية مقرونة بقرار القضاء لغايات تحديد المسؤوليات الجزائية والقانونية، ونحن على أتم الاستعداد بكل ما يترتب على ذلك باسم صاحب العمارة وأشقائه وأهله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. الجاهة الكريمة، اسمحوا لي من خلالكم أن أرحب بكم أولا فردا فردا، فكل واحد منكم جاهة بحد ذاته. كذلك اسمحوا لي أن أشكر أخواني وعزوتي وربعي الحضور الشيوخ الأكارم الأفاضل أن كلفوني أن أتحدث باسمه وما أنا بأفضله، لكنه لطف منهم وكرم عظيم، بارك الله فيكم جميعا. بداية أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خير الكلام كلام الله تعالى، من تحدث به صدق، ومن حكم به عدل، ومن استرشد به هدي. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن،
إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. جعلنا الله وإياكم من الصابرين المحتسبين عنده جميعا. نحن نؤمن جميعا بالقضاء والقدر. لماذا؟ لأنه الركن السادس من أركان الإيمان، فلا يكتمل الإيمان إلا بإيماننا بالقدر خيره وشره. عندما تنهار بناية بفعل فيضان أو زلزال أو بركان نقول قضاء الله وقدر، لكن عندما تتدخل يد الإنسان بالعبث من أجل مطامع مادية في بناية عمرها فوق 40 سنة بها صدوع وبها كذا، كل ذلك كان بدافع مادي من أجل الإيجار وزيادة رقعة المساحة المؤجرة دون عمل حساب للمستأجرين الذين يظنون أنهم في مأمن في بيوتهم، لكن قدر الله وما شاء فعل. نحن في بلد والحمد لله نحتكم إلى الدستور وتشريعاته وقوانينه وأنظمته وتعليماته، وثقتنا بقضائنا الأردني العادل النزيه الشفاف الذي أولاه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ذل رعايته ليكون مظلة أمن وحماية للأردنيين ومن يقطن على أرض الأردن، أرض الخير، أرض الرباط. نحن نقول أهلا ومرحبا بكم، نعطيكم عطوة مقرونة بقرار المحكمة بصورة قطعية ونهائية في حالة عدم إدانة المشتكى عليه، فليس لنا هناك حق عشائري في ذلك. وفي حالة الإدانة تتحول هذه العطوة عطوة عشائرية باعتراف بالتسبب بالوفاة. هذه العطوة الآن هي مقرونة بقرار الحكم، في حالة إدانة المشتكى عليه تصبح عطوة عشائرية باعتراف كامل بالتسبب بالوفاة. في وجهك يا شيخ طلال، أنت وربعك الحضور والغايبين، ويا هلا ويا مرحبا فيكم. جزاك الله فيك، واحنا قابلين، الله يجزاك بالخير ويبارك فيك. الله يحييك. صب قهوة، صب قهوة، صب قهوة. أخي الكريم، أنا أشكرك أخي نهار، وأشكر الشيوخ الأفاضل جميعا وإخواننا من أصدقائكم وجيرانكم وأهل المتوفاة، فما نقول غير الله يعوض عليهم عوض خير. وفاتني أني أقول نقرأ الفاتحة على أرواح المتوفيات إن شاء الله وأمواتنا جميعا. وأيضا إخواني الكرام، ما يفوتنا صراحة نسجل تقديرنا واحترامنا لكل كوادر الدفاع المدني والأجهزة الأمنية وأجهزة الصحة الذين ساهموا في صراحة يعني 90 ساعة عمل أثناء فترة انهيار العمارة، وهم يشتغلوا واصلوا الليل بالنهار، وفي منهم أبناء زاروه بموقع العمل، فهذه والله صراحة لهم شكر كبير مننا جميعا، بارك الله فيك. يجب أنه ما يفوتنا شكرهم، والشكر إليك وبارك الله فيكم، وإن شاء الله الله يعيننا على الوفاء. الله يعينك وقدرك، أنت قدها وكفو. الله يسلمك. سيد تفضل. الشيخ والله الشيخ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمد الشاكرين، الحمد لله حمد الذاكرين، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. نترحم بداية على أختنا العزيزة اللي نعتبرها شهيدة، إيمان المراحلة من محافظة الطفيل الأبية،
وابنتها وكافة شهداء الأردن والمسلمين. ونتوجه بالشكر الجزيل إلى عشائر محافظة الطفيلة عامة، وإلى عشيرة المراحلة خاصة على هذا الكرم الطيب، ممثلين أخونا الشيخ نهار السعودي وجهتنا الكريمة المتمثلة بأخونا الشيخ طلال الماضي، وهذه الجهة المكرمة حضرت من كافة محافظات المملكة لكرامة عشائر الطفيلة، العشائر المحترمة اللي أنا تشرفت بالخدمة فيها كضابط أمن عام، وكانت خدمتي للأسف لا تتجاوز 6 شهور، وفي هذه 6 شهور لم تأتيني ولا قضية، وهذا الشيء لأدب واحترام والكبار لمحافظة الطفيلة اللي يحلوا مشاكلهم لا تصل الأمن العام ولا تصل أي مكان. 6 شهور